يوم آخر ملون بالدم في العاصمة مقديشو. سيارة مفخخة تنفجر في مقر الداخلية ووزارة الأمن الصومالية. أعقب ذلك تفجير آخر واقتحام مسلحين من حركة الشباب المعارضة المجمع الحكومي الذي يضم مكاتب وزارية حكومية. عشرات القتلى والجرحى حصيلة ضحايا الهجومين المزدوجين، من بينهم موظفون حكوميون وعناصر من القوات الأمنية. كنت بين عدد من الصحفيين الذين استدعتهم الوزارة لتغطية مؤتمر صحفي، إلا أننا قبل أن ندخل إلى مقر الداخلية فوجئنا بانفجار ضخم أودى بسقوط عشرات الضحايا. دمار وخراب داخل مقر الداخلية الصومالية يعكسان مدى قوة التفجير الذي هز المجمع الحكومي. وفي الوقت نفسه فشل الأجهزة الأمنية في إحباط مسلسل هجمات الإرهابيين. الخرق الأمني المتجدد في مقديشو ينم عن ضعف المستوى العام لأجهزة المخابرات الصومالية، وإن تفجير سيارة مفخخة داخل مقر الوزارة الداخلية وعلى مسافة غير بعيد عن القصر الرئاسي دليل على وجود اختراق أمني في المؤسسات الأمنية. الحكومة الصومالية تبذل جهودا كبيرة لتثبيت أمن العاصمة، لكن التفجيرات والاغتيالات تنسف جهودها. في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن كبح جماح هجمات حركة الشباب المعارضة، في لحظات قليلة انقلب المشهد الأمني في العاصمة الصومالية مقديشو رأسا على عقب. هجوم يعكس مدى التحدي الأمني الذي تواجه الأجهزة الأمنية في الصومال. شافع محمد، مقديشو، الميادين.